رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، وهنبتديها باهم العناوين. اليوم السابع عمرو طارق، التعامل مع اجيري اسهل من كوبر. جريده الوطن، عامر حسين يلجا لابو ريده لانقاذ الدوري من وديات اجيري. الشروق، مهمة جديدة للمدير الفني لاتحاد الكرة. جريدة الأهرام، المنتخب الأولمبي ينتظر 10 مباريات استعدادا لأمم أفريقيا 2019. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يدرس تنظيم دورة ودية للمنتخب الأولمبي في القاهرة. الفجر، المنتخب الأولمبي يقترب من مواجهتين أوروبيتين. الوفد، شوقي غريب، مهمتي تدعيم المنتخب الأول ومكاسب بالجملة من وديتي تونس. جريدة الأهرام المسائي، وهبة مديرا فنيا للإسماعيلي خلال أيام، اتفاق سري بين فييرا وإبراهيم عثمان على فك الارتباط. اليوم السابع، تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبي المنتخب الأولمبي في يناير وفبراير. جريدة الأهرام، الإصابات تتوارد الإسماعيلي قبل مواجهة الإنتاج والحضري يعتذر. جريدة الشروق، لاعب توتنهام السابق صلاح أهم عنصر في ليفربول. بن عطية، الفرعون يستحق التتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا ونفخر بالتنافس على الجائزة. الوطن سبورت، لاعب ليفربول السابق، هدف صلاح في تونس أعاد التألق ولست قلقا عليه. الشروق، مارر أنني يرحل عن الأرسنال في يناير لتمويل صفقة لاعب يا ريال. الشروق، قاسم باشا بعد عقد قرانه. الوفد، رسميا إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس وإحالته للتحقيق. كاي نيوز، ريال مدريد وجد ضلته في نادي رونالدو القديم. رئيس الأسبانية، المدير الفني للأرجنتين، كنت أتمنى تدريب ميسي. سبورت 360، الكشف عن تفاصيل عرض ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش.